هذا الاجتماع الرابع ديال اللجنه البيئيه الوزاريه اللي بعد الواقعه ديال الزلزال. اليوم كان اجتماع مهم، حنا في اطار يعني تنزيل ديال واحد المشروع ديال الوكاله باش يعني تشتغل على هاد المناطق اللي هي الضغط كلها في المستقبل ان شاء الله، وغادي تقدم للحكومه في يعني في الايام المقبله، وهذا غادي يخلي انه يعطي جواب على يعني الكيفيه ديال التدبير ديال في المستقبل. وهاد يعني الوكاله لتنزيل كل ما جاء يعني وما تقدم لصاحب الجلاله من الاستثمارات اللي خصها تكون في هذه المناطق. وكان كذلك نقاش انه نفكروا بانه كاين مرحله اللي هي اعاده يعني البناء السريع في هذا ما يخص المدارس والطرق، واحد العدد ديال الانجازات اللي خصها توجد واللي ان شاء الله غادي تشتغل ابتداء من الكونت 126 اللي قرروا صاحب الجلاله، وغادي نبداو نشتغلوا في اعاده ديال يعني البناء والتشييد، وغادي اخوان الوزراء انهم مشتغلين باش يوجدوا البرنامج ديالهم يعني لتسريع هذا البرنامج. فيما يخص التنمية ديال المنطقة كذلك اجتماعات متسلسلة غادي تكون إن شاء الله في يعني في الأيام المقبلة باش نقفلوا هذه المشاريع كلها اللي كاينة وتكون الورقات ديالها يعني موجودة باش نحاولوا ننزلوها كذلك في الأسابيع المقبلة إن شاء الله في الميدان. إذن الدينامية يعني متواصلة لإعادة بناء ما هدم وكذلك التنمية ديال المناطق هذه الجبلية اللي تقاست تحت يعني معلوم بالتعليمات ديال صاحب الجلالة وبالتوجهات ديالو باش نهبطوا هذا الشيء كله الميدان. وشكرا لكم.